متحف جامعة بيرزيت هو فضاء خاص لموظفين وطلاب جامعة بيرزيت بشكل خاص وللمجتمع الفلسطيني بشكل عام لإثراء المعرفة الخاصة بالفنون البصرية المعاصرة وبالمجموعات التي يمتلكها متحف جامعة بيرزيت. دور جامعة بيرزيت كان دور أساسي ضمن هذا الإطار العام بفلسطين لأنه صار في كتير اهتمام بتطوير الفن المعاصر وإحنا كنا مواكبين لهذا التطور. يعني ما وقفنا عند بس إنه نعرض الأعمال إثنوغرافياً وفنياً، كان أكثر الهدف يكون أكاديمي وتعليمي أيضاً، وهذا هو الهدف من متحف جامعة بيرزيت.